أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. الموقع بوست يتساءل عن ما وراء تصعيد الانقلابيين في مدينة المخا بتعز. يمن مونيتور، ولد الشيخ يتحدث عن لقاءات في المنطقة لتنشيط عمليات السلام في اليمن. ومن موقع المشاهد نت، إحباط محاولة تهريب 15 قطعة أثرية يمنية. ومن الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة القدس العربي، العثور على رفات متنزه ألماني بعد 30 عاما من وفاته في سويسرا. أهلا بكم. يبدأ موقع الموقع بوست تقريره الخاص بتساؤل عن ما وراء تصعيد الانقلابيين في مدينة المخا بتعز، ليجيب قائلا: ساد الهدوء لفترة من الزمن مديرية المخا الواقعة بتعز جنوب غربي البلاد، ليعكر صفوها ثانية الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي وصالح السبت بتاريخ 29 يوليو الماضي. قيادة التحالف العربي أعلنت تعرض ميناء المخا للاستهداف من قبل الانقلابيين بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات اصطدم بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، وتواصل مسلسل التصعيد، إذ أعلنت جماعة الحوثي قبل ذلك استهداف بارجة عسكرية إماراتية قبالة سواحل المخا، بالإضافة إلى تهديدهم بتحويل البحر الأحمر إلى ساحة حرب. الباحث نشوان الشرعبي اعتبر تصعيد الانقلابيين في المخا رسالة للتحالف تفيد بأنهم موجودون وما زالوا قادرين على استهدافهم في الأماكن التي صارت تحت سيطرتهم، فضلا عن التأكيد بأن معركة الساحل الغربي ما زالت طويلة. كما هي رسالة أيضا للمجتمع الدولي بأن حركة الملاحة ما زالت في خط بمقدور الانقلابيين استهدافها متى ما أرادوا، بالإضافة إلى محاولة الضغط للحيلولة دون استكمال تحرير الحديدة. المزيد من القوات السودانية في طريقها إلى اليمن، وفقا لصحيفة الأيام أنه أقامت قوات الدعم السريع طابور سير في نيالا جنوبي دارفور استعدادا للمشاركة ضمن قوات عاصفة الحزم، حيث يشارك السودان ضمن عاصفة الحزم في اليمن بآلاف الجنود في المعارك التي شهدتها مدن يمنية على رأسها معارك ميدي. قائد ثاني قوات الدعم السريع اللواء عصام فضيل قال بأن طابور السير الذي نفذته قواته يمثل واحدا من البرامج التي تمت قبل التوجه إلى اليمن، وأكد فضيل أن قوات الدعم السريع ستعمل داخليا على تعزيز السلام والاستقرار. والآن ننتقل إلى مقالات الرأي. ففي الشأن اليمني، كتب فتحي أبو النصر في صحيفة يمن مونيتور الإلكترونية مقالا بعنوان عن بطل مغدور، أحيا فيه ذكرى قائد معركة السبعين النقيب عبد الرقيب عبد الوهاب، حيث يقول الكاتب: إنه أغسطس يا عبد الرقيب عبد الوهاب، إنه الشهر الذي يفزعني على نحو غريزي، أجهش الآن جراء شعوري بأنني خذلت معك ونفيت معك، كما سحلت معك أيضا في شوارع صنعاء عام 1968 أيها البطل. كيف قاومت أيها النقيب وأصحاب الرتب الكبيرة من القيادات والضباط فرت كالجرذان من المعارك ثم عادت لتمارس بطولتها الطائفية عليك؟ كيف كنت مكللا بجذوة الشرف والوطنية كلها وسط هذا المستنقع الانتهازي المفعم بالخونة والجبناء؟ هل تصدق أن مذكراتهم الآن هي من تتصدر المشهد؟ أحدهم قرأت له يستنتج أنك ستكون عائقا أمام تصالح الجمهوريين مع الملكيين تلك الفترة، ولذا لابد من إزاحتك، ومع ذلك كان صريحا فيما يضمرونه لك حينها، ولقد حققتم انتصار الثورة آنذاك، لكنهم سرعان ما تصالحوا على جثثكم الطاهرة. قبل سنوات قال لي رفيقك البطل علي سعيد شعنون الذي عرفته شوارع صنعاء مثلك مدافعا صلبا وفذا عن الجمهورية، بأنه لم يشعر بالعزة منذ رحلت، وبأنه لم يسمع عبارة تخلب فؤاده مثل وصف أصحاب عبد الرقيب. من يصدق أن علي شعنون مدرب اللواء العاشر ظل ينجو من مكائد الاغتيالات بأعجوبة تلو أعجوبه بعد رحيلك، وها هو اليوم يتأمل فقط غير مصدق كل ما حدث،
ولا يمتلك من هذه الحياة سوى بسمته التي لا أنقى منها رغم كل مرارات الواقع اللامعقولة. عمنا علي الذي كانت سيرته تجري على كل ألسنة الناس في صنعاء حينها جراء مظهره الجليل، خصوصا حين يكون بالميري فيكون أكثر تميزا من بين الجميع، فيما عرف عنه بأنه كان يقاتل ببندقيتين في آن واحد أثناء المعارك، عاش صامتا وغريبا ومشردا، لكنه لم يشفى أبدا من مرض الوطن الرائع. صدقني لن أزعجك عموما، فما زلنا نحلم بالسعادة الوطنية يا بطل حرب السبعين، والسلام على روحك التي لا تموت، السلام على روح الأصيل الشيخ أحمد علي المطري الذي صان جثتك بينما كانوا ينصرون ويرقصون عليها، السلام على روح كل الأبطال الذين عشقوا هذه البلاد بكرم لا أنبل منه يا عبد الرقيب. إن نظراتك الطفولية الشجاعة تقول الكثير أيها الحالم الفاتن الأشد إلفة والأكثر نقاوة ووطنية. لقاءات في المنطقة لتنشيط عمليات السلام في اليمن، هذا ما تحدث عنه ولد الشيخ ونقله موقع يمن مونيتور، حيث أوضح أيضا بأن هناك لقاءات تنعقد هذا الأسبوع والأسبوع المقبل في المنطقة من أجل تنشيط عملية السلام ووضع حد للحالة المأساوية في اليمن. وأضاف ولد الشيخ في تغريدة أخرى أنه عقد لقاء إيجابيا مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في العاصمة مسقط، مشيرا إلى أن عمان عبرت عن الحاجة لإنهاء أزمة اليمن مع تجديدها لدعم الأمم المتحدة في جهودها من أجل عمليات السلام. الأمم المتحدة سبق أن رعت منذ منتصف العام 2015 ثلاث جولات مفاوضات بين الأطراف اليمنية، غير أنها تعثرت في الوصول إلى حل يرضي مختلف أطراف النزاع. موقع المصدر أونلاين قال بأن البرلمان في غانا وافق على اتفاق يسمح لاثنين من المعتقلين اليمنيين السابقين في غوانتانامو بالبقاء في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد بريس عن وكالة أنباء غانا. وذكرت الوكالة أن الرجلين من أصل يمني سيتمكنان الآن من البقاء في غانا بعد موافقة البرلمان. المحكمة العليا في غانا كانت قد حكمت في يونيو الماضي بعدم دستورية قرار الرئيس السابق بالسماح للمحتجزين في غوانتانامو بالقدوم إلى بلادهم. اليمنيان احتجزا في القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا كمتهمين بالتدريب مع القاعدة والقتال مع طالبان، وتم الإفراج عنهما في عام 2009. ولكن الولايات المتحدة لم ترسل سجناء غوانتانامو اليمنيين إلى بلدهم بسبب حالة عدم الاستقرار، وتم توزيعهم على عدة بلدان. سررت كثيرا للخبر الذي يفيد بقرب عودة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، لأن عودة الرئيس تعني عودة الدولة وعودة الحياة المؤسسية وعودة النظام والقانون، وتلغي أي مبرر لبقاء أي من المسؤولين في الخارج إلا من اقتضت الضرورة قيامه بمهمات تتصل بطبيعة وظيفته. في هذه الفقرة استهل النائب البرلماني عيدروس النقيب مقالا له بعنوان عن عودة الرئيس إلى عدن والمنشور في الأمناء نت. حرصت طوال الفترة المنصرمة منذ أواخر سفرة للرئيس من عدن على التأكيد أن تطبيع الأوضاع وبسط هيمنة السلطة على المناطق المحررة وتفعيل العمل المؤسسي وتوحيد الأجهزة الأمنية والدفاعية ورسم برنامج إعادة الإعمار ومعالجة الأزمات المختلفة بما في ذلك أزمات الكهرباء والوقود والمرتبات ومواجهة الأوبئة، كل هذا مرهون بعودة السلطة والحكومة إلى عدن والشروع في القيام بواجباتها تجاه الناس. أعرف أن هناك من سيقول أن التشديدات الأمنية وتزاحم الحركة وازدياد حضور رجال الأمن ورجال الحرس الرئاسي يتسبب في إزعاجات إضافية لسكان العاصمة فوق ما لديهم من منغصات لحياتهم. أقول لهؤلاء إن هذا الأمر قد يكون صحيحا في الأيام الأولى، لكنني أتصور أن المطلوب منا جميعا أن نكون عونا لرئيس الجمهورية حتى يمارس عمله بصورة طبيعية. وبنفس الوقت أقول للقائمين على جهاز الحرس الرئاسي وعموم أجهزة الأمن والدفاع، احرصوا على سكينة المواطنين وراعوا ما هم فيه من هموم وخففوا من إجراءات التجديد الأمنية، وتذكروا أن الأمن لا تصنعه العجرفة والشطح والحركات الاستعراضية وازدراء سكينة المواطنين وتعكير صفو حياتهم، فقدر ما يصنعه النظام والقانون ومعاملة الناس بالحسنى من خلال توفير ضروريات الحياة
وهذا ما ينتظره أبناء عدن والجنوب من عودة رئيس الجمهورية. وعلى العموم إن المنتظر من عودة الرئيس هو عودة الخدمات وعودة الأمن وعودة الاستقرار التمويني وعودة صرف المرتبات، ومن ثم الشروع في إعادة الإعمار، فالشرعية لا تقاس إلا بمقدار ما تقدمه للناس من مصالح. ينقل موقع عدن الغد معاناة أهالي قرى أحور الواقعة في محافظة أبين، ويقول تعيش هذه القرى الساحلية التي تمتاز بشواطئ ساحرة في عالم النسيان والحرمان الذي أصبح كابوسا يلازم أهاليها. تعتبر هذه القرى البند والمساني وحناذ من أغنى القرى بالثروة السمكية والحيوانية والزراعية، حيث ترفد سوق مديرية أحور بكثير من الأصناف المختلفة كالسمك والغنم والخضروات وغيرها، لكنها تشكو منذ سنين طويلة من غياب الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وشبكات هواتف نقالة وغيرها، حيث تتفاقم معاناة الأهالي في ظل صمت وتجاهل حكومي ممنهج ضد القرى الساحلية التي ترفض المديرية بخيراتها المتنوعة والمختلفة. ومن موقع المشاهد نت طالع عنوان إحباط محاولة تهريب 15 قطعة أثرية يمنية. مصادر إعلامية قالت إنه تم إحباط محاولة مسلحين تهريب كمية كبيرة من الأثار من صنعاء إلى خارج اليمن. مصدر أمني قال إن المسلحين كانوا يستقلون حافلة صغيرة في منطقة شعوب عندما عثر بحوزتهم على مخطوطات جلدية قديمة وكتب ومخطوطات باللغة العبرية وتماثيل حجرية عليها نقوش وأخرى نحاسية، إضافة إلى أكثر من 15 قطعة آثار متنوعة، وعثر بحوزتهم أيضا على بطائق عائلية. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. المنصة برنامج تفاعلي نقترب منكم به أكثر، نعرض همومكم ونواكب اهتماماتكم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، نتشارك النقاش معا حول أبرز القضايا بحثا عن الحلول. المنصة، لأن بلقيس صوت اليمنيين. أهلا بكم من جديد. مليون طفل يمني مهددون بالموت وفق تحذير أطلقته منظمة أنقذ الأطفال البريطانية وأوردته صحيفة العرب الجديد، حيث أن هناك أكثر من مليون طفل في اليمن عرضة للموت أكثر من غيرهم بثلاثة أضعاف في حال أصيبوا بمرض الكوليرا، لأن أنظمة المناعة لديهم أضعافها سوء التغذية الحاد. وتؤكد المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن 200,000 طفل يمني دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت الوشيك من الجوع، مشيرة إلى أن أطفال اليمن محاصرون في دائرة من الجوع والمرض. مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوضح في بيان أخير أن مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكوليرا، وهناك نحو 20 مليون يمني في حاجة إلى مساعدات إنسانية، أي نحو 70% من مجموع السكان. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أنشأت مراكز طبية عدة تتضمن مئات الأسرة لرعاية الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا، وتسعى إلى زيادة عدد الأسرة إلى 5,000 سرير لمواجهة ما وصفته بأسوأ مرض على الإطلاق. بعد الكوليرا تفشي التهاب السحايا في اليمن، حيث قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية مسؤول في الأمم المتحدة أعلن عن تفشي التهاب السحايا في اليمن الذي يعاني من انتشار غير مسبوق لوباء الكوليرا ويواجه مخاطر المجاعة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وكشف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوكلوتسما عن تفشي التهاب السحايا في اليمن، وهو عبارة عن التهاب حاد للأغشية الواقية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي بسبب عدوى بكتيريا ويؤدي إلى تدني
الوعي والتورم. وقال لوتسما إن قرابة 50% من المؤسسات الصحية في اليمن دمرت كاملا أو جزئيا، في حين لم يحصل أطباء كثيرون على رواتبهم منذ نحو سنة، وشبه اليمن بحافلة تتجه بأقصى سرعة إلى حافة الهاوية. وأضاف لوتسما أن إنقاذ البلاد يتطلب استيفاء شرطين أساسيين، أولهما وقف الحرب والثاني معالجة المشاكل اللوجستية. وفي مقال له بعنوان الإسلام السياسي والعلمانية، ناقش الكاتب كمال عبد اللطيف الحكم الذي يعتبر أن وصول الإسلاميين إلى السلطة يمكن أن يساهم في تعديل جوانب من تصورنا لما هو نظري وعام في العلمانية وفي التاريخ، حيث يقول الكاتب: من الواضح أن هذا الحكم يستوعب الإقرار بإمكانية حصول تطور في منظومة الإسلام السياسي العقائدية والسياسية بسبب التحولات العديدة الجارية في المجتمع، ومن المؤكد أنهم سيتعلمون من فعل ممارسة السلطة التنفيذية ما يمكن أن يساعدهم في عملية تطوير مواقفهم من القضايا السياسية والتاريخية. تضعنا متابعة ما جرى وما يجري في تونس والمغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة أمام معطيات لا تهيئ لنوعية الحكم الذي يتضمنه التصور الذي نحن بصدده. وإذا كان مؤكداً أن التحولات الحاصلة في مجتمعات عربية كثيرة أبرزت كفاءة تنظيمات أحزاب الإسلام السياسي في تعبئة كثير من مكونات مجتمعاتنا، كما أظهرت براغماتية واضحة في جوانب عديدة من خياراتها السياسية في الاقتصاد والثقافة والمجتمع، إلا أن نظامها العقائدي وتقاليدها في العمل تكشف استمرار هيمنة منطقها العقائدي المغلق مع الحرص على إبداء مرونة محسوبة بعناية. نتبين بعض عناصر ما نحن بصدد توضيحه في حصر مهمة الوافدين الجدد في حدود معينة مقابل منح الشيوخ مكانة خاصة إن لم تكن استثنائية، على الرغم من ادعائهم أن القوانين والقواعد التنظيمية للحزب هي المعيار المحدد لطبيعة عملهم السياسي والمؤسسي، على الرغم من كل مظاهر التنوع الحاصل في المكونات الجديدة لأجسام الإسلام السياسي، يضيق استمرار حضور الزعامات التاريخية لهذه الحركات وتأثيرها هامش الفعل والمبادرة على الأطر الشابة، حيث لم يبرح أفرادها صفة الفاعل التابع أو الفاعل الصامت أو الفاعل الذي قدر حدسيا أن دورة الإسلام السياسي قادمة، فانخرط بحثا عن مغانم ومزايا آنية، وهذه المسألة واضحة في أذهان وافدين كثيرين مثل وضوحها في وعي الشيوخ المؤسسين. في مقابل ذلك حرصت الأحزاب الليبرالية واليسارية على معاينة صورة التحول المفترضة في مواقف تيارات الإسلام السياسي وخياراته، على الرغم من اقتناع أغلب المنتمين لها بعدم قدرة الإسلاميين على التخلي عن أجنحتهم الدعوية ومختلف تنظيمات العمل الخيري التي تعزف معهم المعزوفة نفسها من زوايا أخرى، حيث تختلط المواقع وتلتقي في النهاية للقيام بأدوار متكاملة. وفي الأخبار الأكثر قراءة، عنوان في صحيفة القدس العربي: العثور على رفات متنزه ألماني بعد 30 عاما من وفاته أو على وفاته في سويسرا. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: عثر على رفات متنزه ألماني قبل 30 عاما عندما كان يتسلق جبال الألب السويسرية محجوزا جزئيا في الجليد. وفي يوم 25 يوليو طبقا لإفادة شرطة كانتون فالي، عثر متسلقان على بقايا بشرية ليقررا بعدها العودة أدراجهما بسبب سوء الأحوال الجوية. أضافت الصحيفة أنه بسبب سوء الأحوال الجوية لم تتمكن فرق الإنقاذ من التدخل في اليوم نفسه، وفي 26 يوليو تمكن المسعفون والشرطة من انتشال رفات المحجوز جزئيا في الجليد ونقلوها بمروحية إلى معهد التعليم الطبي في بيرن، حيث حددت هوية الضحية رسميا. وهو ألماني مولود في العام 1943، اختفى في 11 أغسطس 1987 عندما كان يقوم بنزهة. انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب في مدينة جدة يتباهى بترصده للقطط وقتلها عبر بندقية صيد بزعم أنها تتسبب في اتساخ سيارته، بحسب صحيفة البيان والتي أضافت أن الشاب نشر عبر سناب شات مقاطع توثق استهدافه للقطط في الشارع وقتلها، ساخرا من الذين يتعاطفون معها وينتقدون تصرفاته.
لاقى الفيديو تفاعلا واسعا وغضبا بين مغردين في تويتر، مبينين أنها جريمة تستوجب المحاسبة، مطالبين الجهات الرسمية بالقبض على الشاب ومعاقبته على فعلته منعا لانتشار مثل هذه التصرفات. من جهتها قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إنها بدأت بالتواصل مع الجهات الأمنية المعنية فور انتشار المقطع وتلقيها بلاغات عن الحالة، وتم تزويد الجهات الأمنية بكافة المعلومات المتوفرة المتعلقة بالحالة. أظهرت صور التقطتها وكالة أنباء دولية ونشرها موقع NBC نيوز الأمريكي الوضع الإنساني المتردي في العاصمة صنعاء حيث ينتشر فيها وباء الكوليرا بالإضافة إلى الفقر وغيره من المآسي. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.